الاول نتاعنا هو كيف كما نقولوا احنا موبيليزي تجميع كل هذه الطاقات الشبانيه تاع لي ستارت اب باش نشوفوا كيف تكون تدخل في الاقتصاد الوطني. كان في نفس النقطه السيد الوزير الاول اخذ اجراءات واجراءات جريئه في اطار القانون الماليه ل 2020 على ستارت اب كنا نعطوها ان ايكوسيستم محيط بيئي حتى تتنمى فيه. من بين الاجراءات اللي اتخذها الوزير الاول كانت الاحفاء الجبائي في قانون الماليه 2020 وخاصه كذلك انشاء صندوق خاص